السلام عليكم البنات، يا ربي نتمنى ديما نكون خفيفة عليكم، ونتمنى ان شاء الله نكون نوصلكم بسهولة يا ربي، ويكون كل شيء واضح معاكم. اليوم ان شاء الله الدرس ديال اليوم غتكون يعني جابادور اللي غتكوني لابسه يعني عصري او لا غوب، اللي كنتي لابسه هو تيجي من الفوق، تكوني لابسه غوب سميطات تجين مع تيشيرت مع شوميز، وهو تيجي من الفوق، تيجي على شكل جلابة سلهام ولكن بلا قب، يعني غادي يجي هي محطة جابادور وغادي يكون طويل. يا ربي يكون واضح ان شاء الله معاكم. القياس هما هادو، الكتاف 38، الربع 26، طوله 130، ليمون 56، وليمونش غادي نقص منهم ليمون 56، انا بغيتهم شويه يجيو قصصرين، والسمطه 23. يلا على بركه الله. بالنسبه للتوب ديالي فيه جوج ونص كوبون، ولكن في هاد الزواقه اللي تشوفوا هنا تجيني في الصدر، شوفوا معايا هنا تجي في الصدر، غتجي وحده في الصدر وغتجي في الكمام. الكمام احنا غنوري لكم الثوب، هو هذا الثوب راه طويل، وهاد الجهه هذه اللي هنا هي فيها الكمام، يعني هادو غنوري لكم كيفاش غادي نفصل الكمام ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يكون واضح الثوب، تطويوه على جوج نقاط الثوب، ومن بعد غنخدم بالداخل في الخارج. كيفاش غندير الداخل في الخارج؟ غنحسب الطوله 130، غادي نزيد لوغلي 5 سنتيم، هي 135، شوفوا معايا مزيان 135، ونبدا تخاساج من لتحت باش ما نضيعش الثوب. شوفوا معايا ها هو التخاساج ديالي، غادي نبدا من لتحت، شفتوا يعني غنخلي هنايا الجلايل، وغادي نجل هنا، وغادي نبدا من هنا الكتاف والربع، الربع 26، غادي ندير 27 زائد 1، 26 زائد 1 هي 27 سنتيم، وننزل ب 27 سنتيم حتى لتحت 27 سنتيم. نستر هاد المسطرة نلاقيهم صحبة، شوفوا معايا انزل من هنا لهنا بيسيل هي 26، نيشان داكشي اللي عندكم في الربع نزلو به، ما تنزيدوش سنتيم، 26، نسطر به نسطرها نلاقيها ا دي اللي هي الكتاف، بون الكتاف 38 على جوج 19 زائد 1، 20 سنتيم، نحسب 20 سنتيم، نسطروها نيشان، غادي نطلع في الركيز بجوج سنتيم، غادي نحسب هنايا هي 8 حيت ما غاديش ندير القب، وهنا جوج سنتيم، نطيح الكتاف بثلاثة سنتيم، هنا ثلاثة، نقسم هاد المسافة من ثلاثة لتحت في النص، وندخل بسنتيم. شوفوا معايا باش نسطرها بالبيروكي، عندنا هاد النقطة وهادي وهادي، غادي نلاقيهم بالبيروكي على هاد الشكل هذا، هاك تيتلاقاو بثلاثة ثلاثة بهم، ومن بعد نسطر بهاد الشكل، نتمنى يكون واضح. شوفوا معايا من بعد غادي نشوف لوبيس ديالها، لوبيس هو من هنا لهنا، يعني لوبيس على العطي ديالنا، كل وحده شحال ما عندها في لوبيس. انا غادي ندير لوبيس 38 سنتيم، هاد 38 تتبدل على كل وحده، لوبيس 38. غادي نشوف السمطه، شوفوا معايا هادي ديما تنحسبها معاكم، السمطه عندها 23 زائد واحد الخياطة هي 24 سنتيم، غادا نحسب 24 سنتيم، هاكا نلاقيها مع جوج. وشوفوا معايا بالنسبة للإيفازي غادي نحسب في الجلايل 42 سنتيم، هاك هنا الجلايل 42، واللي بغا ينقص من الإيفازي راه ممكن ينقص. بون غادي نسطر هادي على هاد الشكل، هاكا نقوس هاد البلاصة هادي، منخليهاش ديما نجيبها دايرة على هاد الشكل. هنا الباصه ما غاديش نحسبو لان غادي يكون مفتوح القدام، ما نخافوش بان غادي يجي مزير، ونقطع بسم الله، نقطع نهرب على الطباشير شويه، ما نخافش من الزيار لانها تجي مفتوحه. بون صافا، من بعد تنقلب الثوب ونجيبو نحطو هنا، شوفوا معايا نيشان على هاد الزواقه، لان غادي خصنا نقطعو من الثوب باش تجينا الخدمه على حساب الزواقه، ما يبقاليش
شي توب سامبل. شوفوا معايا على حسب هاد الزواقه اللي عندي هنا، واضح؟ يعني بغينا نخليوها تجي بعيده، بغينا نجيبوها على الحد ديالها. حنا غادي نجيبوها على الحد. بون صحفه، نجيبها على الحد ديال الزواقه. شوفوا معايا الجلايل، ديما كنقول لكم ما نساوش الجلايل، الفوره ديال الجلايل باش نجيبها مقوسه هاك، يعني الجلايل باش ما يجيوناش هابطين. شوفوا معايا غادي نبدا نقطع ونمشي مع الدوره هذا الشكل ونزل. نمشي 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 وندور مع الجلايل على هاد الشكل هذا. بون صافي، بغيت الظهر يجي شويه داخل غادي نهز غير الظهر وندخل بواحد سنتيم غير الظهر باش يجيني الظهر مجموع. شفتوا معايا هادي تنحيدها من الظهر. انا القدام راه ما حيدتهاش، غير نقاد هذا القدام راه ما حيدتهاش من القدام، نقاد غير هاد البلايصه هادي ما مقادالش. بون صافي، نهز نعيد الظهر وندخل هنايا في سنتيم. ديما كنقول لكم القدام راه تيكون داخل تقريبا في سنتيم على الظهر. ركز شوفوا معايا، غنجيب البيستولي ونحاول باش نجيبها لهنا باش غادي ننزل. شوفوا معايا لان هادشي غادي تقطع، غنقطع من هنا باش غادي نجيب هادي دايره على هاد الشكل هاك. شفتوا معايا، ونخلي بلاصه الخدمه غادي نقطع من هنا ونزل. ديك الساعه الخياط راه غادي يجيب لي الخدمه نيشان، يعني على حد الزواقه اللي عندي. غادي ننزل مع مع الحاشيه ديال الثوب، نجي لهنا باش نحيد الحاشيه كامله. يعني الحاشيه كلها غادا تحيد، الا بقات راه غادي يخيطها، يعني الخياط غادي يحيدها ما تبقاش باينه. بون صافي، غادي نعلم الظهر، هو باين خلاص الزواقه راه باينه. نشد لكم الكتاف عاد باش نوريكم الكمام، نخلي لكم حتى الاخر باش تمشيو معايا مزيان نوريكم. شوفوا معايا الكمام مزيان، ها الرشمه ديال الكمام، تنطوي هذا الرشمه في النص ديالها هاك على جوج. شوفوا معايا مزيان، انا طويتها بغيت هاد الرشمه باش تجيني هاد البلاصه هنا. صافا، نحسب الطوله ديال الكمام، الطول فين ما بغيتي، بغيتيهم طوال بغيتيهم قصار، يعني على حساب من هنا لهنا، ولا بغيتيهم طوالين. انا غنديرهم شويه قصصرين. بون غادي نحسب هنايا 48 سنتيم، نسطرها نحسب 13 سنتيم، 13 نحسب هنا 4، نجيبها نقسم هذه المسافه على جوج على جوج على جوج، بحال قسمت على 4 سنتيم سنتيم، ونجيبها دايره. راني وريتها لكم بالبيروكي، نعاود نوريها لكم. الدوره تجي هنا وتتقلبي وتجيبيها لهنا. نشوف العرض اللي بغيت ديال الكمام، كيجيو شويه على الرضين، اللي بغا يجمعهم يكونوا مجموعين راه ممكن. ندير 18 سنتي، غادي نهز الظهر ماشي القدام، الظهر هو اللي غادي نقبط به العبار على هذا الشكل، ونسطر بلا ريغل غون. نتمنى يكون واضح. تنجرب لان راه الكمام ديجا وريتهم لكم على هذا الشكل هذا، ومن بعد نقطع. بسم الله، بص الكميمة ديالنا هما هادو، أنا نحيدهم الفنيتي باش يبانو لكم. شفتوا معايا الكمام تيجيو على هذا الشكل هذا واضح. أنا غادي نوقفها لكم باش غادي تجيكم
باينه ان شاء الله، تجي رائعه في اللبسه، تجي زوونه، تتكوني لابسه لبس عادي، ولكن حين تتكون هي من فوق الحوايج تجي رائعه، وتجي بالاخص غادي عند شي حد الا كنتي خارجه وغادا عند شي حد عارضك تتمشي لابسها من الفوق، تجي في نفس الوقت كلاس وفي نفس الوقت تجي ساتره الحوايج اللي انتي لابسه. يلا دابا غادي نلاقيو الكتاف، ان شاء الله يكون واضح معكم الموديل. الكتيفات ديالنا هذا جبادور تيجي من الفوق، نسميوه جلابة سلهام، يعني بلا قب، والكاين اللي بغى يدير لها القب يدير القب، تيجي حتى هو زوين. ممكن ديروا لها قب السيور، يعني بغيتي تخلي القب تخليه، بغيتي تزوليه تتزوليه، تيجي زوين في اللبسه ديالو. قب سنتيم بون صافا، نجيب الكمام، نقبط الكمام في الركيز، يعني سنتيم سنتيم تندور كلشي ان شاء الله. نتمنى يكون الموديل واضح. نكمل الكمام وننزل عاود مع الجناب، خلاص القدام تيبقى مفتوح، اللي بغى يخليه مفتوح هكاك، اللي بغى يدير له كروشي يعني مجدول، واللي بغى يدير له السيور، السيور تيجيو رائعين، حتى لحد الصدر تيجيو رائعين في اللبسه ديالهم. وممكن تخلي غير محلول هكاك ما تديري له والو، تيجي رائع. ونتمنى ان شاء الله يكون كل شيء واضح معاكم. هاني كملت لكم الاول، غنشوف الكمام التاليين باش تبني نلبس لكم في المانكا تكون باينه لكم. ها الركيز ديالنا غادي نجيب لكم ونقبط الركيز، كل شيء عارف ان شاء الله كيفاش غادي يتخيط لكم. بون غادي نمشي بهادي كامله، ومن بعد ان شاء الله نجمع لكم الجناب. تنوريكم هكا غير واخا تيجي لا فيديو طويل، ولكن تنوريكم هكا باش يكون باين معاكم اللي بغى يخيط، تجيه ساهله ان شاء الله. نتمنى الطريقه تجيكم ساهله، وكلشي كلشي بغيتو يتعلم يفصل الراسو، لان الحاجه اللي درناها بيدينا تتكون احسن وتنكونوا فرحانين بها اكثر. بون دابا بقاو لي غير الجناب، غادي نجمع الجناب دابا ديال جبادور ديالنا كلهم. شفتو معايا هالكم، غنبدا من الكم واني نازله 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 حتى لتحت، نحاول غادي نبعد الفنايت غير باش دغيا نسربي. شيلها كاملة، ننزل معاها حتى لتحت، ونتمنى ان شاء الله يكون كل شيء واضح، وان شاء الله تعجبكم. وان شاء الله راه كاع الطلبات اللي طلبتوها مني، راه كل مره غندير لكم حاجه، يعني ان شاء الله باقا ندير لكم لاجيب اللي طلبتوا مني، غادي ندير لكم ان شاء الله قندوره اللي هي سامبل بحال اللي قلتوا لي. ان شاء الله راه كل مره غادي ندير لكم حاجه ان شاء الله يا ربي. نجمع لكم الاخر ونوريكم يعني الموديل كيفاش تيجي. ديما سنتيم ديال الخياطه، لان فاش نحسبوا حسابنا تنحسبوا الربع ديالنا زائد سنتيم، داك سنتيم راه على ود الخياطه، الا ما زدناش سنتيم يعني لا تخيطات غتجينا مزيره. يعني ديما سنتيم ديال الخياطه تنقول لكم ابي
تتساوي الربع زائد واحد، داك واحد راه تاع الخياطة. بي سي تتساوي الربع اللي هو الربع ديال نانيشر بلا ما نزيد سنتيم الخياطة. و ادي تنحسبوا الكتاف على جوج زائد واحد اللي هو ديال الخياطة. يلا انا غادي نوريكم كيفاش جا الموديل، غادي نقلبوه وان شاء الله نتمنى ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. شوفوا معايا الموديل كيفاش تيجي تخدم بالسفيفه، يعني هذا الشيء هذا راه كله غادي يخدموا، نشدهم لكم بالفلايت، يعني غادي يخدمهم المعلم اللي غادي يجيبهم نيشان وغادي يخدم فيهم السفيفه ديالهم، يعني كاملين، يعني كلها غادي تفينا كامله كامله كامله، وتجي على هذا الشكل هذه، هذه كلها تتخبع تتطبق، يعني هذا الشيء ما تيبانش، تتبان نيشان الرشمه اللي عندنا في الثوب. نتمنى يكون واضح، هذه كلها ما تتبانش، يعني غادي تبان غير الرشمه ديال الثوب. هذه كامله تتطوى، نحاول نثبتها لكم بالفنايت غير باش يبان لكم، باش نقرب لكم اكثر. هكا نطوي هذه، صافي باش تبان لكم الثقره تيمشي توا كله داير، تيجي يعني كل اون في تيجي كله داير كله داير، تجي على هذا الشكل. بغينا نشدوها بشي كروشي راه غنشدوها، بغينا نخليوها محلوله بامكاننا، يعني لنا الاختيار حنا اشنو بغينا نديرو، يعني في هذه البلاصه هذه غنشدها لكم بالفنيته هي باش تبان لكم. نتمنى ان شاء الله يكون واضح. شفتوا معايا الكمام كيفاش تيجيو، تيجيو برشمه، يعني برشمه ديالهم على هذا الشكل هذا، وبالصحه والراحه، ونتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، والى اللقاء الى الحصه الماجيه ان شاء الله، ومع السلامه.